أما فيما يخص قانون الاحتياط العسكري اللي كنا ناقشناه قبل العيد، لاحظنا وشفنا انه كان شامل، جاء مكمل قانون ما تناقش من سنة 1976. هذه المرة يعني تناقش وتعدل وقاس قاعدة الجوانب مد قاع الحقوق وضمن الحقوق العسكريين وضمن الحقوق الاحتياطيين بصفة عامة. يعني كأعضاء مجلس الأمة ناقشناه مع الوزارة المعنية اللي كانت ممثلة في شخص السيدة الوزيرة بسمة عزوار والنواب عن وزارة الدفاع. ناقشنا، كانت المناقشة سلسة جدا وكانت بصدر رحب، وبعض أعطينا بعض الملاحظات، لكن في المجمل نثمن القانون.